بابا ابوي قلبي، قلبي انت ايش رايك فيني؟ ما غزلتني صراحة اليوم. خلاص واحد يغزل بنته ها؟ ها يعني اي بس خلاص مفهوم الكلام غازلني اكثر واكثر. ما يبغى لك انت بعد هالكلام بعد انت ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما اعطاك ايش رايك فيني؟ كاملة ومتكملة ما شاء الله تبارك الله بنظرك ما شاء الله وعيونك ولا حول ولا قوة لا والله الله معروف بعد هالحكي سوق تف ما شاء الله. ها؟ لا لا تف ما شاء الله بابا قل ما شاء الله خلاص ما شاء الله. طيب بابا ايش رايك اقول لك شيء؟ ايش رايك اغير اسم سعد ولدي؟ قسم بالله اخر يوم بحياتك يبا بسم الله عليه الرحمن الرحيم امزح امزح لا بس بغير اسمي دلع الاسم حق سعد ولدي. ايش بتسمينه؟ أبوي والله